قبل أيام قليلة هذا ما قدمناه. التوقعات الغربية والمعلومات الاستخباراتية تشير إلى أن الرد الإيراني قد يأتي بعد العيد وخلال الأيام المقبلة. فهل هذا الهجوم الإيراني لحفظ ماء الوجه؟ لأول مرة تشن إيران هجوماً من أراضيها على إسرائيل مباشرة بعملية أطلق عليها الوعد الصادق، استخدمت فيها أكثر من 100 مسيرة وحوالي 30 صاروخ كروز وأكثر من 100 صاروخ باليستي، رداً على الضربة الإسرائيلية للقنصلية الإيرانية بدمشق التي أسفر عنها مقتل قادة كبار من الحرس الثوري الإيراني. لكن اللافت بالأمر أن الهجوم الإيراني شهد أحداث غريبة وكأنه مجدول وبتوقيت معروف، حيث أشارت تقارير غربية وإسرائيلية عن مفاوضات جرت في الأيام الماضية بين أمريكا وإيران لتحديد سقف الهجوم كي لا يخلف أضراراً على الجانب الإسرائيلي. وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن جميع المقاتلات الحربية كانت في الأجواء عند الهجوم الإيراني لإسقاطها. كما ذكرت تقارير عن مسؤولين إسرائيليين أن تل أبيب ستتسامح مع هجوم لا يوقع خسائر مادية. الحرس الثوري الإيراني قال إن أهداف الهجوم على إسرائيل تحققت بنجاح وأنها رسالة تحذيرية فقط، فيما أكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أن الهجوم الإيراني فشل ولم يحقق أهدافه نافياً علمهم المسبق عنه. الهجوم الإيراني مثل ما خطط له الإيرانيون فشل وأحبط. برأيكم هل ستنتهي الأمور عند هذا الحد أم أن إسرائيل سترد على الرد الإيراني؟